كنا بنستورد فوق مثلا 6 مليون طن، ده الكلام سنه 2014 او 7 مليون طن بعدها ب 10 سنين. النهارده بقى دخلت مع بدايه سياده الرئيس تحركنا في اتجاهين، اتجاه منظومه تحديث الشون وتحولت الى شون اسمنتيه وتخزين تحت، وفي نفس الوقت عمل هناجر وقفل، فبالتالي انت كده حافظت على المحصول، لا في فقد ولا في سرقه. وبقول لك كان الفقد النهارده كان فوق ال 25%، وكنت بتسيب القمح المصري بتاعك فوق ال 25%. كان في فقد 15%. النهارده انت عملتي عملنا قلنا المنظومه الاولانيه، احنا عملنا مجموعه ايه الشون الاسمنتيه والهناجر، ثم ركزنا في موضوع الصوامع التخزينيه اللي هي الاساسيه اللي هي السايلز اللي هي. فطبعا يمكن كان في مشروع كبير اتعمل مع دوله الامارات في الجزء الاولاني سنه 2014 و2015، يتعمل حوالي طاقه تخزينيه تعدت المليون طن بمجموعه صون، وانتشرت مجموعه الصوامع التخزينيه دي فين؟ على كل محافظات الجمهوريه. بقت في هنا تخزين، الهدف ان احنا نصل الى قدره تخزينيه، وصلنا لقدره تخزينيه حوالي 6 مليون طن، لكن احنا محتاجين نوصل الى 10 او 12 مليون طن في المستقبل. فهذا برنامج شغال لانشاء مجموعه الصوامع، غير الصوامع اللي كانت موجوده في المواني يعني. النهارده تشكى هتلاقي فيها صوامع للتخزين، هتلاقي في شرق الهوينات، هتلاقي في مشروع مستقبل مصر، هتلاقي في النوبريه. فانت مجموعه الصوامع دي بقدرات فوق ال 250 الف طن لكل صومعه موجوده في هذه الاماكن. فاحنا النهارده بقى عندنا طاقه تخزينيه، فبالتالي مستويات الفقد خلاص لم تتعدى اكتر من 5% في الشيل او النقل او الكلام ده، وانت كده وصلت المعدلات الطبيعيه. فلما نتكلم في محصول استراتيجي زي محصول القمح، انت النهارده كنت فين وبقيت فين؟ النهارده لما بتكلم على محصول القمح انا بتكلم، احنا كنا بنستورد قد ايه يا فندم وبقينا نستورد قد ايه؟ ما انا بقول لسيادتك اهو، احنا بنستورد هتلاقي الارقام متباينه. المفروض وزاره التموين لها نسبه في الاستيراد، ثم القطاع الخاص له نسبه في الاستيراد. وزاره التموين بتستورد من 8 ل 9 مليون طن. احنا استهلاكنا قد ايه مبدئيا يا فندم؟ بص، هو دي الازمه. احنا لما نقول احنا بنستهلك، مصر محتاجه ما حوالي مثلا 16 او 17 مليون طن قمح. احنا بننتج قد ايه دلوقتي طبقا للايه لاحتياجات الافراد الغير مرشده؟ النهارده اعلى معدلات استهلاك للقمح في العالم هم المصري، يعني الشعب المصري. احنا فوق ال 180 كيلو جرام للمواطن. المتوسط العالمي مثلا 120، فرنسا 85 كيلو جرام في السنه. فانت شوف انت فين. فانت لما هنا يبقى انت محتاجه فعلا ال 18.5 مليون طن. انت بتنتجي كام؟ احنا بننتج، كنا بننتج مثلا 9 مليون طن، المفروض ان احنا نصل الى 12 او 13 مليون طن. ولو عملنا خلط هنبقى في الاخر عندنا ال 15 مليون طن، فنقدر نعمل عمليات الاكتفاء الذاتي بالنسبه للرغيف الخبز. وده الجزء الاساسي في الامن الغذائي المصري. سائد عندنا ان احنا لو بدانا ندخل القمح الديورام او القمح الجاف الصلب وتصدره اللي هو بتاع المكرونه، هنجيب مكانه قمح طري يعني بنظام التبادل، ده هيقدر يقفل لي جزء كمان من الجاف. لكن الامور احنا في الحاله دي احنا ايه؟ احنا فين؟ يعني احنا بنستورد قد ايه وبننتج؟ يعني احنا بنستورد دلوقتي فوق ال 8 مليون طن للخبز. كان بنسبه كام في الميه من انتاجنا؟ من احتياجاتنا؟ ما احنا 50%، احنا بننتج تقريبا 50%. تمام. خلي بال سيادتك انت بتتكلم في مصر اللي زادت 20 مليون في طبعا طبعا سنين. وحتى لو هنحسب حتى الانتاج كان بعيد عن الرقم ده تماما. يعني لما نقول معدلات النمو بتاعتنا او 55%، احنا لما نقول معدلات النمو 2%، ومصر من 84 85 مليون سنه 2011 ل 105 مليون سنه 2024، حضرتك 25 مليون. فانت مهما عمال تجري وبتجري بمعدلات نمو اعلى، لكن في الاخر احنا معدلات النمو دي هي مقصره في ان انت ما بيبانش المجهودات الجباره. طب لو ما كانتش مصر عملت استصلاح اراضي، لو ما كانش في برنامج الريس والرؤيه السابقه مع معدل النمو السكاني ده، كانت تبقى طبعا مشكله كبيره. تعرف ان كانت مصر هتتعرض لاكبر مجاعات يعني بالنسبه للنمو السكاني ده اللي محدش حاسه ومحدش شايفه. احنا عندنا برامج بتقوم بيها وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه ومركز البحوث الصحراء في تربيه اصناف وانتاج اصناف عاليه النمو تصل الى 30 و35 اردب للفدان، يعني بنعدي معدلات عالميه. يعني احنا في المعدل تقريبا احنا الرابع في انتاجيه الفدان للقمح الربيعي على مستوى العالم. خلي بالك احنا انتاجيتنا من المحاصيل عاليه، لكن في الاخر احنا عندنا نمو. فاحنا التوازن اللي موجود كان لازم، ودي رؤيه سياده الرئيس ان كان برنامج بدأنا مليون ونص قال مش كفايه، نكمل ل 4 مليون. وبدأ اكبر مشروع اتعمل اللي هو مشروع اللي احنا اللي هو النهارده هيبقى فيه حصاد للقمح، اللي هو مشروع مستقبل مصر، احد يعني اجزاء مشروع الدلتا الجديد.